صعدت الحكومة الاتحادية العراقية من لهجتها بعد استفتاء الإقليم على انفصاله، وخول مجلس الأمن الوزاري رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على وحدة العراق. هذا بالإضافة إلى جملة من القرارات المؤيدة التي اتخذها مجلس النواب العراقي. مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه، واستجابت جميع الدول لمطلب الحكومة باعتبار أن استفتاء الكرد على الانفصال عرض مصالح دول المنطقة للخطر. وبعد تنفيذ بغداد إجراءاتها العقابية الفعلية، ازدحمت المطارات والمنافذ الحدودية بالمغادرين من خوفا من البقاء عالقين في الإقليم. يعني سمعت أن يوم الجمعة والسبت سدوا، فما حد يعرف يعني انه بلا هنا يصير شيء، فقلنا نسافر امام. حاجزين ليوم 12، بس قدمنا الحجز مشان سمعنا انه في اخبار انه يسكروا المطار، فطلعنا مشان نخاف انه تصير مشاكل او يسكروا المطار، وما لانه نحن عندنا دراسه كمان بالجامعه، فما بنقدر نكمل جامعتنا يعني لا تسكر المطارات ما بنقدر نوصل. أما في معبر إبراهيم الخليل الرابط بين الحدود العراقية التركية، فأبدى سائقو الشاحنات خشيتهم من أن يؤدي إغلاق المعبر إلى خسائر مادية للطرفين وزيادة نسبة البطالة بين الأفراد الذين يعتاشون منه. إذا أغلق معبر إبراهيم خليل فإن الناس يبقون في منازلهم بدون عمل، وستزداد نسبة البطالة، وسيتعين بعد ذلك على العمال مغادرة الحدود والعثور على عمل في تركيا. هذا المعبر مهم لكلا الجانبين اقتصاديا، ونطالب بعدم إغلاقه لأن إغلاقه سيتسبب بصعوبات اقتصادية للشعبين في تركيا وفي كردستان، وقتالا بين الأخوة وازدياد نسبة الجرائم. ورفضت حكومة إقليم كردستان إنذارا من الحكومة العراقية بتسليم مطاراتها الدولية لبغداد، فيما أبلغت سلطة الطيران المدني الاتحادي شركة الطيران العالمية أنه سيتم تعليق جميع الرحلات إلى مطاري السليمانية وأربيل بدءا من مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 3 مساء بالتوقيت العالمي والسادسة مساء بالتوقيت المحلي، مستثنيا الشركات العراقية والرحلات الداخلية، إلى حين خضوع عمل المطارين لرقابة وإشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادي. تصعيد من الجانبين ولا تنازلات، فرئيس الوزراء يطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء مهددا بفرض حكم العراق على كافة مناطق الإقليم بقوة الدستور، فيما يطالب رئيس الإقليم الحكومة الاتحادية بالتخلي عن نهجها التصعيدي. ما سيحدث والإقليم بين مطرقة الحكومة الاتحادية وسندان دول الجوار؟ سؤال ينتظر الإجابة.